دكتور عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم. هذه هو المؤتمر الاستثنائي السابع لحركة مجتمع السلم أخيرا. هنا التقى الجميع، سلم البعض على البعض وتعانق الآخر، وما في القلب يبقى في القلب. أزيد من 1800 مندوب من 48 ولاية وممثلو الجالية الجزائرية ورؤساء أحزاب المعارضة والموالاة على حد سواء كانوا هنا في المؤتمر الذي ارتدى ثوب الوحدة. حركة مجتمع السلم قوية وستكون أقوى بشبابها وكافة مناضليها، والباب مفتوح للجميع. كلمات رددها كثيرا زعيم حمص عبد الرزاق مقري. أولا قبل أنفسنا، ولنوصل الليل بالنهار لتحقيقها، وإن أمامنا بعد المؤتمر أيام عامرة بالنضال والعمل الدؤوب لتحقيق أمانينا، وإن المسافة التي بيننا في الجزائر كمعارضة وسلطة وأحزاب وطنية وإسلامية وعلمانية ليست بعيدة. إني أعدكم إن فعلتم ذلك أن تحققوا نتيجة انتخابية تجعلكم في الصدارة في الانتخابات التشريعية في 2022 بحول الله، تعودون من خلالها إلى الحكومة معززين مكرمين. وها نحن اليوم نستقبل موعداً انتخابياً أكثر أهميةً بالنسبة لمصير البلد، هو الانتخابات الرئاسية سنة 2019، فلنجعلها فرصةً للتوافق الوطني، ولنصنع في هذا الاستحقاق الأمل، ولنفتح معاً الأفق لصالح كل الجزائريين بكل توجهاتهم وقناعاتهم. حتى عمار بن يونس كان هنا بين الإسلاميين، ولسان الحال نبذ الخلاف من أجل جزائر واحدة موحدة. اللي جيت شخصيا لأحضر هذا المؤتمر تاع حركة مجتمع السلم، ولو كلكم تعرفون لأنني أقل ما يقال عني أنني لست إسلاميا، ولكن إخواني أخواتي، تعرفت بحركة مجتمع السلم في سنة 97 في المجلس الشعبي الوطني، أول مجلس ديمقراطي تعددي لانتخبه الشعب الجزائري. وحتى ولو النقاش كان حد، وحتى ولو اختلفنا في كثير المواضع، ولكن كان دائما بيناتنا احترام كبير وتقدير كبير. أنا بالنسبة لي كديمقراطي راديكالي أعتقد أن الحصانة الوحيدة ضد التدخل الأجنبي هو بناء الديمقراطية. لا حل إلا بالاجتماع مع الجميع، مع الذين نتفق معهم ومع الذين يخالفوننا الرأي. لابد من حوار شامل معمق يجمع كل الأطياف السياسية. هذا ويتم خلال هذا المؤتمر الكشف عن أسماء المرشحين لمنصب رئيس حمص، على أن يتم إجراء الانتخابات الخاصة بهذا المنصب القيادي خلال الأشغال.